يحتفى باليوم العالمي للصحة النفسية الذي يتم في 10 من تشرين الأول أكتوبر، فرصة لإذكاء الوعي بقضايا مختلفة وتعبئة الجهود من أجل دعم البرامج التي تخص ملفات كثيرة كظواهر الانتحار والمخدرات وغيرها. هناك الكثير من النظريات الحديثة في الصحة النفسية التي يجب أن تطبق على أرض الواقع، بالتالي حتى يتمتع الإنسان بالصحة النفسية، حتى يكون قادرا على التكيف مع ظروف الحياة ومع المشاكل. نعرف أنه الإنسان هو معرض في يعني في مسيرته وفي حياته إلى الكثير أن يمر بمشاكل، والمشكلة لا يجب أن تكون بحد ذاته حجر عثرة في طريق هذا الإنسان، بقدر ما هي خبرة يكتسبها ويستفاد منها لمعالجة المشاكل اللاحقة أو المشاكل التي سيواجهها في المستقبل. كثير من البرامج أو قوة عالميا متوفرة كثير من البرامج، لأنه أساسا الظواهر كثيرة، منها المخدرات، منها التنمر، منها الانتحار، كثير من الظواهر المنتشرة وبكثرة مع الأسف تحتاج أنه نقف عندها. أتصور أنه ممكن مشكلة المخدرات اللي هي مشكلة عالمية، وإحنا بلدنا بدينا نلاحظها مع الأسف بكثرة إلى أن وصلت لمرحلة الظاهرة، ونتأسف طبعا نحكي بهالطريقة. يمكن إحنا بهذا اليوم نحاول نوصل فد فكرة بسيطة للمسؤولين، خلينا نقول، أو للمجتمع العراقي ككل، إنه هذه ظاهرة هي ظاهرة خطيرة ويجب الوقوف عندها، ويجب كثير كثير إحنا نحتاج كثير من الأمور اللي نحدثها واللي نطورها ونحسنها في مجال مواجهة هاي الظاهرة الخطيرة. تطوير طرق السلامة النفسية لشعوب الأرض أحد أهم الركائز للعمل على علاج الاضطرابات النفسية التي ظهرت بشكل كبير مع متطلبات العصر وضغوطه. بالنسبة للأشخاص اللي هم أعمارهم أكبر من ذلك، يعني طبعاً إحنا نبدأ بهذه الأعمار الصغيرة على الأمل إنه إحنا نسيطر على مسألة يعني دعمهم نفسي أو الحصول على توافق نفسي عالي بصحة نفسية جيدة في المستقبل، لكن بالإمكان أن نجري برامج أو نضع برامج للأشخاص اللي هم أعمارهم يعني أكبر، للبالغين يعني الأدولتس، هؤلاء الأفراد البالغين بالإمكان وضع البرامج، لكن هذه البرامج لن تكون بنفس البرامج المسيطرة عليها من قبل الأشخاص اللي يقومون بعملية نشر البرامج لمراحل مسيطرة عليها. لبرنامج صباح الخير يا عراق، رسل علي، بغداد.